مرحبا شباب، اليوم جيتكم فلوق جديد. ان شاء الله الفلوق راح تعجبكم، بس قبل ما نبدا فلوق اتمنى منكم اللايك والتعليق والمشاركه بالفيديو، والى كل جديد اتمنى يشترك بقناتنا. ان شاء الله قريبا جايكم باحلى فلوقات، واقدم لكم هاي الورده لكم لان انتم تستاهلون. وخلينا نبدا بالفلوق. طبعا يا حبايب، اليوم فيديو بسيط راح نسويها، هي مقارنة بين الريف او القرى البلجيكية والقرى اللي عندنا بالعراق. طبعا المقارنة كلش يعني كبيرة. عندنا بالعراق همين عندنا الريف حلو، يعني خاصة بالجنوب عندك اهوار وهاي شغلات، بس مثل ما تشوفون بالفيديو يعني هاي بالقرية عندك حدائق، واللي قدامكم هاي صالات رياضية بها ملاعب وبها صالات تنس وكرة قدم وصالات أخرى. يعني إحنا بالقرية ما عندنا هالشي، يعني أبسط شيء قبل سنة سووا شارع بالقرية مالتنا بالعراق. هاي الحديقة شوف قدامكم، يعني واحد يجي بالصيف يتونس هنا. طبعا شباب هاي اللي قدامكم مكتب بها كتب وكمبيوتر وبها شغلات أخرى. واحد اذا عندك كارت، هي اصلا كارت مجانا، ياخذها مثلا كتاب شي اسبوع اسبوعين او شهر وبعدين يرجعها، يعني شي بسيط حلو جدا. يعني واحد يجي ياخذ كتاب ويرجعها بعدين. وهاي اللي قدامكم يعني ساحات وملاعب داخليه وحدائق موجوده هنا. بالصيف يجون هواي ناس حتى يصيدون سمك، واكو حتى مسابقات دراجات هوائيه. يعني مكان كلش حلو وبسيط. هاي كلها بالقريه، يعني حتى بالمدينه عندك شغلات يعني احلى واحلى. وهاي اللي قدامكم اللي شفتوها كلها بالقرية. مثل ما تشوفون بها العاب الاطفال هواية، هاي لعبة تسلق. وهاي اللي قدامكم حديقة او مثل بحيرة صغيرة. طبعا اكثر شيء بالصيف هنا يجون ناس يصيدون السمك، يجون يعني كهواية يسوون او ياخذون للبيت. طبعا انا هم بالصيف اجي هنا واجيب النرجيلة وياي ومشروبات، واقعد هناك ويا اخويا او ويا صديقي ونتونس. طبعا هاي قدامكم اكو اثنين خارطة، خارطة بها يعني طريق مال دراجات الهوائية او البايسكلات، والخارطة الثانية مال يعني اذا تريد تشوف مكان معين او تروح مكان معين كمثلا سوبر ماركت او اي مكان اخر موجود على الخريطة، يعني واحد يقدر يروح هناك بسهولة. وهاي اللي قدامكم ملعب يعني مفتوح، واحد يقدر يلعب هناك شو وقت ما يريد، ما يحتاج يدفع. حتى بها يعني بارات، بس حاليا ماكو بسبب كورونا، بس يعني مكان كلش حلو، كل شيء موجود بها. طبعا واحد يتمنى يجي يوم ويصير عندها هيجي ملاعب وساحات وقاعات بالعراق. يعني احنا هم عندنا هيجي امكانيه، وان شاء الله في يوم يصير عندنا مثلهم. يعني شباب انتم مثل ما تعرفون يعني العراق بلد غني جدا، انتم شو تقولون، هم راح يجي يوم ويصير عندنا هيجي اماكن؟ خلينا نشوف رايكم بالتعليقات. وهسه راح اروح اسوي جوله بين الاراضي الزراعيه. هسه احنا بين القرى والمناطق الزراعيه، من هنا يمر القطار. تشوفون سكك الحديد، يعني شيء بسيط مسوين، وطريق البايسكل عندك وطريق السياره. شوف احنا هسه هذا سكك الحديد وراح امر فوقه. شوف المنطقه شقد حلوه. يعني واحد لو يعني شلون يعني يصير عنده بيت بالقرية، وواحد يصير عنده بيت بالمدينة. حتى بالصيف يجي للمدينة يعيش بها راحة أكثر، وبالمدينة يعني بالشتاء حلو. بس والله هاي القرية كلش حلوة واحد يعيش بها بالصيف. هسه راح أنزل من السيارة وأسوي مقاطع أحلى حتى يبين كل شيء. you
ابقوا ويانا وراح نكمل الجوله. صديقة والله هي مرتاحة، شوف سلمت علينا هاي. هاي شلون ترحيب؟ حلوة صديق. هلا طبعا شباب بالقرية عندكم سلبيات وإيجابيات. السلبيات هي يعني المواصلات ماكو مثل المدينة، مثل ما قلت أنا قبل هم كنت أعيش بهذا القرية، يعني الباص كان يجي كل ساعة مرة ومرات يعني يتأخر، وخاصة بالشتاء يعني واحد يتبهدل. طبعا الشيء الإيجابي الموجود بالقرية يعني خاصة بالصيف هدوء كلش، جمال الطبيعة، واحد بالمشي يعني يفطر هناك بين القرى كلش حلو. هاي التراكتورات شقد قديمة، هاي بالعراق كان كنا نسميها فورجسن، والله على الأيام. هاي كان عندنا واحد مثله، وأبوي كان يوميا على التراكتور ويروح يشتغل. هسه لو هو وياي كان يسوي صور والله. شوف الناس دي يزرعون. صدق قرية حلوة. شوف الناس مشغولة وحياتهم يعني تقريبا أحسن من حياة المدينة. جينا ناكل شيء في هذا المطعم اسمه فانوس، عندهم سندويتشات طيبة كلش، بس لازم ناخذ سفري ويانا. وقت يكون قمر زول سيم بايب. وصلنا لنهاية الفلوق، أتمنى الفلوق تعجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك والمشاركة، وإلى كل جديد خليها مشترك إن شاء الله يعجب الفيديو، وقريبا جايكم فيديوهات أقوى وأحلى وفي أمان الله.